كنت فين؟ كنت في مطعم. مطعم ايه؟ الحقيقة أنا رحت أماكن كتير فمش متذكر بالظبط. مش متذكر ايه؟ ده الحكاية كلها حصلت امبارح، لحقت تنسى؟ يا فندم هو أنا أقدر أعرف أنا متهم بإيه بالظبط؟ متهم بقتل سمر الجرح. والدة سلمى؟ والدة سلمى، برافو عليك. مستحيل طبعاً، ما حصلش. ما حصلش. طيب يا نادر، تقدر تقول لي المجرم اللي هو مش أنت ساب تليفونك إزاي في المكان اللي حصل فيه الجريمة؟ الحقيقة أنا تليفوني ضاع وعامل بلاغ بكده. عملت بلاغ بكده؟ أيوه. وتليفونك ضاع؟ صحيح. إيه اللي في رقبتك ده؟ ده جرح من خناقة. خناقة مع مين؟ مع واحد اسمه كريم. مين كريم؟ هو ده اللي محيرني يا فندم. الشخص ده غريب جدا، ومن ساعة ما ظهر والكل بيشك فيه. غريب جدا والكل بيشك فيه. ماشي يا نادر، انت هتفضل معايا هنا يا معلم لحد ما نعرف الحكاية دي اخرتها ايه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ما كانش لازم تخرجي بدري من المستشفى. لا ما ينفعش اسيبك لوحدك، مش هبقى مطمنه. انا بقيت كويسه، اطمني. اه تشربي ايه؟ بس اعمل مكالمه الاول. مكالمه لايه بس؟ سيبي الشغل دلوقتي. لا مش شغلي يا حبيبتي، انا عايزه اكلم شركه تعملنا جهاز انذار وكاميرات. كان لازم اعمل كده من الاول. انا عندي اصحابي عندهم شركه سيكيورتي هايله، سيبيني انا هتصرف في الموضوع ده. ممكن؟ اه والله. اهلا. ازيك يا نساء؟ اتفضل. ازيك؟ الحمد لله. دم سمر، اهلا بيك. الحمد لله على سلامتك. ازي حضرتك؟ يا رب تكون كويسه دلوقتي. الله يسلمك. تمام الحمد لله. انا عايز اقول لكم على حاجه. نادر هو اللي عمل كده. نادر؟ للاسف. اه اتفضل. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. أنا عرفت اللي حصل وجيت أطمن عليك. متشكرة جدا. اتفضلوا تشرب إيه؟ ربنا يخليكي، أنا لازم أستأذن. أي خدمة أقدر أعملها. ميرسي، باي باي. اتفضل. باي باي. بقول لك إيه؟ أنتِ صاحبتها، اتكلمي معاها ونبهيها. الشخص ده غريب وانا قلقان منه جدا، احساسي دايما ما بيخيبش. جلال يعني مش كريم؟ يا لهوي يا لهوي. لا جلال يا لهوي.
يا نهار اسود، ده طلع ابوه. الو الو، الو انت عارفه اكتر حاجه بتضايقني لما حد يدخل في حاجه ملوش فيها. ايمان مامي، شريف باشا نورت المكتب. ده نورك يا حبيبي، عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ في الحقيقه هو طلع فعلا مأجر الفيلا من شهر واحد بس. شهر واحد بس. شكرا يا محمد. شكرا لله يا فندم. مدام سمر، انا مش عايزك تفتح الباب للي اسمه كريم ده خالص، ومش عايز سلمى تخرج من البيت. خرجت ازاي؟ ايوه كريم ده خطر عليكم. خلاص انا هتصرف، مع السلامه. معلش معلش، تعالي بقى تعالي. تعالي اقعدي يا حبيبتي اقعدي. انا السبب، انا اللي خليتها تتقتل. معلش انا اساسا ما اريد تهدى شويه عشان نعرف نتكلم. أنا فتحت القضية دي، والراجل ده أنا عملت عليه حملة صحفية كبيرة جدا، دخل بسببها السجن، ما استحملش ومات جوه. الراجل ده بقى يبقى أبو كريم. أنا فهمت كده، هو بقى معتبر إن أنا سبب في موت أبوه. بالظبط كده. أنا من النهاردة هحط لكم حراسة على الفيلا كلها، في خلال 24 ساعة الواد ده هيبقى في إيدي. هو أكيد ما خرجش بره الكومباوند. أنا هستأذنكم دلوقتي. نادر قلبي، نادر قلبي. معلش أنا اللي غبية. خلاص بقى يا حبيبتي، ده عمرها. خلاص يا حبيبتي.